ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه كرش بوي وحبيب قلبي عم الزويق العالمي كام كام حبيبي يا شيخ. وحشني يا ولدي اكتر والله يا حبي. رمضان كريم عليكم كلكم. رمضان كريم يا جماعه. وانه شهر اليمن والبركات. فالنهارده معانا مطبخ خفي، والمطبخ ده لسه جديد، وعايز ياخد راينا انا وعم كوكو ان هو يكمل ولا لا. طبعا ربنا يكرمها، طبعا هي ست جميله قابلتها انا وخدت منها الاوردر. مش هنقول طبعا اسم المطبخ الا لو الاكل عجبنا. انتوا فاهمين طبعا السلسله دي، اشرحها لهم في عجاله من امرها. طيب يا جماعه اللي ما يعرفش، دي سلسله اسمها ولا من شاف ولا من داري. بمعنى ايه؟ المطبخ كان جميل جدا، هنقول اسمه والصفحه بتاعته والكلام ده كله. بالظبط. المطبخ ما عجبناش مثلا، يبقى مش هنقول اي حاجه. ولا من شاف ولا من, شاف ولا, من ديري. ولا من ديري. طبعا لو حابب برضه نبقى نديله فرصه ثانيه ويجي معانا تاني، مفيش مشكله خالص خالص خالص. ربنا يكرم ان شاء الله وتبقى حاجه جميله، لان مطبخ النهارده متخصص في السي فود، وهي مأكدالي انها بتجيب الاكل بتاعها طازه بطازه من السويس. اصلي هيبان. ماشي، ومن اجل هذه اللحظه السعيده عايزين 20,000 لايك شير الفيديو في كل مكان، واللي لسه ما اشتركش في القناه اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، نجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا اي حته. وها قد حضرت الاشياء، الشنطه ما شاء الله. بص مش باينين. طب استنى، دي لازم اقوم لها دي عشان نطلع الحاجه. ممكن نتشيك لا حرام نقطعها. ادي في عيش. حط ايه يا جو؟ صبت بوري. الاكل نار. اه فعلا، عشان كده هي عماله تقول لي عايز اجيب لك الاكل سخن تدوقه وهو سخن. مكرونه وايت صوص بالجمبري. انت بتحرق ليه؟ طيب. انت بتحرق ليه؟ طيب سامحوني سامحوني ان انتوا شايفين نصي بس اللي تحت الكرش. طب ايه 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 ايه؟ انت اتغرقت؟ لا ما يا راجل كده ده. طب والنبي اتفرجوا اللي كده. بص ده كده اتغرق، انا هقعد تاني. وايه معلش بقى، هنفتح الشنطه دي كده لان الموضوع كبير وكتير. وادي حاجه اوكي، وادي حاجه اوكي، وادي حاجه يا سيدي، وادي حاجه. دول حاجتين راكبين على بعض. اه في حاجه اتدلقت للاسف، في ربنا يستر بقى وان ايه ما تكونش حاجه من الحاجات التقيله. اوكي عامه يعني انتوا عارفين احنا مفيش تطبيل وبعت ما شاء الله، عيش ومعالق وشوك. طيب بما يرضي الله، مبدئيا الريحه بتقول انها من بحر السويس. كلام حلو. مكتوب عليها بحر السويس. اتمنى ان طبعا المطبخ بتاع النهارده يظهر اسمه معانا في اخر الفيديو او في نص الفيديو، هنشوف من اما ننبسط هنروح قايل لكم اسم المطبخ، وهنسيب لكم طبعا الصفحه بتاعته ورقم تليفونه والكلام ده كله في صندوق الوصف تحت. هنظبط الحاجه دي كلها ونرجع لكم على طول. وبسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح اليوم وانها شيء ربما يكون من العظمه. دي مكرونه وايت صوص بالجمبري، حجمها ووزنها يخض وسعرها يخض برضه قوي. هي ده كل ده يعني احنا بنتكلم وزن وزن ده. والله العظيم دي معديه 600 700 جرام ب 100 جنيه. اتمنى ان يكون فيها سي فود ومخدومه من جوه، والسي فود طازه ما هو جمبري سي فود بقى، ما تربشنيش. دي رابع مره انا اقول سي فود يقول لي جمبري. يلا يا سيدي. يلا بص انا ايه، تعالى من هنا من قدامنا. ايوه هل في اوه ايه ده؟ ايه ده ايه؟ حاسس ان في وصايه؟ مش عارف. اتمنى يا استاذه ان ما يكونش في وصايه بينا. الله يبارك لك الله يبارك لك. ما يعني بقى انت اللي هتخسري ده. كلام بوجهه لكل المطابخ اللي بتتواصل معانا، لو هتتواصل بينا وهتضحك على الزبون هتخسر الزبون. فلو دي الكميه اللي بتروح للناس كميه. ندوق بقى. لقينا اخطبوط. وريه لهم عشان انا شفت غلطتي ان انا بقول سي فود. السي فود هو اللي صح. مكتوب بالجمبري يا جماعه. لا دي سي فود. طيب الجمبري لذيذ وفريش. اوكي. الوايت صوص ممكن هو اللي ايه مش مكيفني بنسبه 100%، بس عنده واحده بس. بص الجمبري قد ايه ما شاء الله، معلش عشان ايه برضه ندي كل واحد حقه. الجمبري اللي هو بتاع السويس الاحمر. يلا بينا نتذوق. طعم الجمبري جميل جدا. جمبري عظمه، والمكرونه جميله وتسويتها حلوه. يمكن اعتراضي الوايت صوص مش افضل حاجه بالنسبه لي انا. ده ذوق انا الشخصي. انا عاجبني برضه. طيب عاجب كيرو. انا بالنسبه لي حلو وليس الواو، ولكن الجمبري بص الجمبريه الحمراء اللي هي بتاعت السويس. هي بتاعت السويس بصراحه. الله يبارك لها. طب هل ده بيتباع ب 100 جنيه للناس؟ انا اهو بقول لكم لا. عندك راي تاني؟
الله اعلم. انت ازاي يا ابني؟ بص في كل حته في ما شاء الله جمبري وحجمه وجمبري سويسي، واهو اهو بصوا في كل حته جمبري سويسي حجمه فوق المتوسط او متوسط. والله هي لو بتعمل كده، بس هي لو بتعمل كده هتخسر. احنا مش هنتعك على بعض اكيد. اخيرا اتفقت يا أيوة اخي. ان الكميه دي مش ملائمه على السعر، بس هي بتبيع بكام دي الله اعلم. يعني هو مكتوب انها ب 100 جنيه، فهل ده عشان لينا تصوير؟ اللي جرب يقول، يعني اللي يجرب اه يقول لنا في الكومنتات، علشان نبقى برضو بننقي يعني المطابخ بحذر. تمام. ما هي والله يعني انا عندي سقطه هنا، سقطه الوايت صوص ما عجبتنيش قوي، بس طبعا لو دي الكميه ودي الكواليتي بتاعت الجمبري وده السعر، هو انا ما اقدرش اديها اقل من 120 من 10. انا مش عارف بقى. طب احنا هنقيم ايه؟ ما انا مش فاهم. انا عامه كلها بالنسبه لي عجبتني، الوايت صوص برضو بالنسبه لي جميل. طيب ادي رقم، ادي رقم. فانا اديها 10 من 10. وانا مش قادر يعني لغايه، عارفين اللي هو لغايه ما اكتشف هل الكميه دي حقيقيه ولا لا. فانا 10 من 10 بصراحه، وبدايه قويه جدا فوق الوصف. اتمنى ان هو ده اللي يكون بيوصل لهم يا مطبخ كذا بعد اذنك، لانك لو بتقدمي الكلام ده انت هتعدي بجد. هتفتح معاك من واسع. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لنا كلنا ويبارك لهم. اكيد غالبا هنعرف اسم المطبخ ده النهارده، وهنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. ونخش بقى اللي بعد كده يا جماعه. وزي ما انتم شايفين كده، ده رز بالسي فود سعره 55 جنيه، يعني ارخص من الريزو او بنفس سعر الريزو من ابو اخ. والله هو رز بريحه البحر بجد. ريحته جميله فعلا. يلا بينا. انا مش عارف، انا مشكله المطبخ ان انا مش عارف هل هم يعني هل الكلام ده بجد ان ده ب 55 جنيه؟ ادي جمبريايه ودي حته كلامريايه. يلا بينا. يلا. السي فود وهم وهم، ولكن الرز كان عايز يداس عليه بربع جنيه تاني في السوى، ولكن بهاراته جامده جامده جامده. طيب ممكن نجرب الرز مع الزبادي بالطحينه. مرمي انا كيف يا جماعه، رز سمك بالطحينه والسلطه والكلام ده كله. طيب في هنا معانا طحينه بالزبادي، ريحتها زبادي قوي. طيب دي سعرها 10 جنيه. اوكي اتفضل يا باشا. طيب احنا تعال ندول لوحده الاول. اوكي لوحده الاول. مش غريبة أوي، غريبة أوي أوي أوي، غريبة بس مستصاغة بالنسبة لي. لذيذة يعني مش بطلة، بس يعني أنا كجو أحب الطحينة لوحدها. تعال نجربها مع الرز. يلا عشان أنا متفائل لها خير الصراحة. فكرتها حلوة بصراحة. أه يا مسهل. لعيب يا ولد، لعيب والله. راح في حتة تانية خالص بقى. راح في حتة تانية خالص. كده ده ياخد معاه 10 من 10 الاثنين مع بعض. طيب ده رأي عام. طيب انا هتكلم على السي فود. السي فود مفيش عليه كلام، هي بتقول لي بيجيبه من السويس، وده يعني واضح بنسبه 100%. كميه السي فود كتيره رهيبه على 55 جنيه، اكاد اقول انها متوصيه بيا والله اعلم. بس يعني لو ده ب 55 هيروح لكم، انتوا هترقصوا. ده حقيقي هترقصوا. هديله كام على الوضع اللي عندي ده؟ يعني عشان عندي بس مشكله ان تسويه الرز مستوي بنسبه 95%، ما وصلش لل 100%. هياخد معايا 9 من 10. كويس 9. ياخد معايا بس طبعا بالسلطه، لان انا ما بحبش الرز حاجه الصراحه. دي حاجه شخصيه. تمام. ياخد 10 من 10. هي كان جميل بصراحه، وانا برضو ممكن اميل لهذا الرقم، بس خليني بره بعيد عن الصوره. انا 9 من 10. يوم جميل ومطبخ لذيذ، وهيا بنا نكمل في السعاده. ودلوقتي مع الشوربه اللي للاسف اتدلقت وكملت انا بيها على كيلو، شوربه لسان عصفور بالجمبري سعرها 40 جنيه. مظبوط. جمبريايه 2 3 4 5 6 سبعة، حوالي 8 جمبريات حجمهم ما شاء الله، ولسان عصفور. هندوق طبعا، احنا خلاص الشوربه راحت مننا، هناخد جمبريايه مع لسان العصفور. يلا بينا. يلا بينا. طبعا يعني ما الجمبري جميل ما فيهوش كلام، خلاص ما متفقين.
بس الشوربه راحت. التسويه بتاعت العصفور حلوه جميله مستوي حلو. كيرو بيقول في فلفل اسود, انا بقول له في كمون, يعني انا هو حاسس فلفل اسود انا حاسس بكمون. بس طبعا مش هيبان, يعني مش هنعرف نطلع اللقطه الاخيره عشان الشوربه كلها متصفيه. تمام. بس لذيذ يعني, لو كان بالشوربه لا, يعني هو عجبني كده فبالشوربه اكيد هيبقى في حته تانية خالص. هل هنقيمه ولا لا؟ احنا نقول عجبنا ولا لا, يعني ما ينفعش نقيمه عشان هو يعني أنا ممكن نقول عجبنا ولا لا. انا شوف ده بكام, ب 40 جنيه 40 جنيه انا مش مقتنع بالاسعار دي يا مطبخ كذا يا استاذ, انا مش مقتنع بالاسعار دي, هتخسري يعني. انت لو هتعملي كده هتخسري, ما ربنا يكرمك يعني, كلمه مصفيه النيه فبتعرفي تجيبي الحاجات باسعار كويسه وربنا يكرمك يا رب. طبعا كميات مع الاسعار غلاميه. طيب خلاص, ايه النهايه يعني؟ انا عجبني اللي صنع عصفور طعمه جميل, والجمبري خلاص مش عليه كلام, الفلفل الاسود بس انا حاسه زياده شويه بس, وانا كده. انا حاسه كمون وحاسه برضو ايه ما ايش, اصل هي باظت, هي باظت خلاص مش موجوده. اللي صنع عصفور حلو والجمبري حلو. يلا بينا نخش على اللي بعد كده. ونخش بقى على اللي بعد كده يا جماعه, وزي ما انتم شايفين كده ده طاجن لسان عصفور بالجمبري سعره 85 جنيه, وفي بصل كده داخل على الكرمله مع الصلصه المتسبكه بالجمبري ولا سي فود؟ هي مكتوب بالجمبري, ادي جمبري اهو. فين؟ انا لسه ما قابلتش. ايه يا جماعه مش متوصيين ليه في ده؟ اهو جمبري اهو. فين؟ جمبري اهو. مش معنى واحده اثنين, انت بقى القلبه بتاعتك اللي كانت غلط. ايوه يلا ماشي. يلا يلا بينا. جامد, وفي تسكيره كده في الصلصه طحن. لما الحاجه تبقى راضيه عنك وطلبت معاها تعمل لك حاجه من قلبها. لا لا لا, هو ده من القلب. وبيتي ليفل الوحش, احنا ما هو مطبخ بيتي. ايه بيتي ليفل الوحش؟ ما هو مطبخ بيتي. والبصل, تسبيكه الطماطم, سنه الفلفل الاسود الزياده, وعلى فكره اضافه البصل الصاحي المسكر ده عشق. ده العيله عندنا بيعملوا الحاجه كده يعني, ف لا اكني باكل في البيت والله. وفيها برضه جمبري كتير ب 85 جنيه. دي اول حاجه هسقف لها من قلبي. حسيت ان انا في البيت وحاجه معموله بحب. فلا مش عايزك حاجه اكتر من كده. مطبخ النهارده, ما هو خد بالك ومعلش يعني نقطه, انك تعمل سي فود في البيت ويطلع قوي الموضوع صعب, فهو تحدي صعب للاستاذه اللي في شغاله في المجال ده يعني, ربنا يبارك لها يا رب يا رب. فانها عرفت تطلع بالكواليتي دي, مش هقول لكم انها اعلى حاجه في الكون طبعا عشان نبقى صراحه, بس الدنيا ماشيه بيتي اكل بيتي ماشيه جميل معانا لغايه دلوقتي. تقييمك؟ ما انا لا انا ما انا ما لا ما اصل الكميه دي انا مش مرتاح لها, وكميه وحجم الجمبري ده انا مش مرتاح له. بس عامه برضو طعم الحاجه يعني انا مش عارف الكميه دي يعني, انا هفترض انها مش هتبقى هي الكميه, بس هفترض انها مثلا كطعم برضو جميل جميل حاجه بيتي. وهتاخد كام لو النص؟ ايه هتاخد كام برضو لو النص؟ ما انت هنقول النص, ما هو برضه معلش الريزو النهارده 55 جنيه. انت عايز تشوف دي؟ عايز شفتها؟ مبسوط؟ اهم حاجه تبقى انت راضي. ما انا انت قول اللي يعجبك, انت قول لا لا بس يعني بقوله حلو قوي. لو نص الكميه برضه بنفس السعر حلو حلو ممتازه يعني حلو. احنا شفنا نزلنا للنص يا جماعه, شهاده لله والله, نزلنا للنص. فحتى الان الدنيا جميله وسي فود بيتي. عايزين نلحق نعمل اوردر قبل ما الاسعار تتغير. بص احنا نعمل اوردر تاني وما نقولهاش ان هو لينا. فكره حلوه. طب والله العظيم يا قلب فكروا معانا, بس احنا كده دماغنا سم والله العظيم. طيب هنجيب اللي بقى انت ايه 10 من 10 بس. لا لا تحفه دي يعني يا جماعه رقم واحد يعني. عشان تبقوا فاهمين في الرز حلو ماشي. رز مين؟ رز مين؟ لا رز بالجمبري عجبني برضو. بحسب بتقول على بس دي برضو بالنسبه لي رقم واحد يعني. طيب احنا ما بناخدش فلوس في الفيديوهات دي يا جماعه ولا غيرها, احنا بنقيم هنا والله يا جماعه. انا قصدي علشان الناس اللي متخوفه انها تتواصل معانا تفتكر ان احنا يعني بنقول لهم ان احنا عايزين فلوس. لا يا جماعه, الموضوع لوجه الله كامل متكامل, مش عايزين منكم اي حاجه, وبنقيم بما يرضي الله. عجبنا المطبخ بنقول اسمه, ما عجبناش ما بنقولش اسمه. ولا من شاف ولا من داري. الله ينور عليك. وهنجيب اللي بعد كده. ولا من شاف ولا من داري. والان مع الملوخيه بالجمبري وريحه طشه الملوخيه وهميه, نسيتني ان في جمبري يا سنية. دي سعرها 55 جنيه. انا شايف ان الدنيا ما شاء الله, والجمبري حجمه لذيذ وكتير. يلا بينا يلا بينا ملوخيه بالجمبري جميلة.
الملوخية طعمها غريب شويتين غير اللي انا متعود عليها، يعني اقرب ما يكون وكثيفة فيها خضرة كتير قوي. والخضرة فيها زيادة. فمش عارف. طب عايز ادوق جمبرية لوحدها، ايه عايز تقول يا كوكو؟ الخضرة فعلا كتيرة. بس الطشة محترمة جدا جدا، طعمها جميل قوي. ريحتها مغرقة الاستوديو. عجباني الصراحة. تعال ندوق الجمبري لوحده. يلا بينا. الجمبري جميل. فوش كلام، الجمبري جمبري سويسي والاحمر الجميل ده. بس انا هنا بصراحة الملوخية مش مكيفاني. حاسس انها بايه؟ حاسس انها اللي هي الشلاولة بتاعت الصعيد دي، ولا اقل كمان يعني اخف منها. هي لو وصلت لملوخية ولا شلاولة. هي اتقل من الملوخية العادية. ايوه. ما هي الشلاولة ودي التقيلة خالص. تمام. الملوخيه العاديه بتاعتنا الخفيفه دي بقى، لو وصلت لدي فوق ولا نزلت لدي تحت. كده مظبوط. ماشي. انا رايي شخصي وذوق شخصي، الجمبري جميل ولكن الملوخيه انا كانت ريحتها اقوى بكتير من فعلها. تمام. انا لا عجبتني الصراحه الملوخيه، الخضره فيها كتير، الطشه فيها تقيله، كميتها حلوه، الجمبري فيها كتير، سعرها ممتاز. هتديها كام؟ مش بسمع منك انت الاول. لا انا دي اقل حاجه معايا النهارده، ما انبسطتش. وهو عامه ميكس الجمبري مع الملوخيه ما بيظبطش معايا في اغلبيه الاوقات. انا هديها دي يعني 6 علشان خاطر سعرها حلو. تمام. انا 7.5 من 10 يا جماعه. تمام. يا رب نرجع تاني للسعاده، هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. هنا في حاجه شكلها والله اعلم هتعمل ضجه معايا النهارده. دي عبارة عن ميكس سي فود بميكس صوصات وعليه كاجو ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده في واحدتين كاجو، الواحدة منهم تسد عين الجمل. سعرها 40 جنيه. اوكي. ده في اخطبوط كمان ولا ده جمبري؟ والله ما عارف. شكلها إيه. جمبرية كبيرة. انا اعرف. طب تعالى اسحب جوا. اسحب. طب اسحب ايه؟ هي ما شاء الله. ما الواحد عايز معلقة كاملة متكاملة، وهات واحدة كاجو وخد واحدة كاجو. ايوه. اديني. يلا بينا. يلا بينا يا جماعه ناخد المعلقه الكامله المتكامله دي. الصوص ده سيبها ستوزن الايلاند. بس المحار ده بيعلى. الجمبري للمره المليون حلو، ولكن المحار ده ولا انا ما اعرفش هو ايه بصراحه. اللون الابيض ده عامل زي ال اهو. بصوا عامل زي الجلد كده بيقعد شويه. يا واد اطلع يا علي. بس هو اتغرق من الصوص. احنا كان اللي ما كانش فيهم. كانش فيهم صوص. ما اعرفش بقى هل انتوا شايفينه ولا لا. انا شاكك ان هو محار، يعني مني كنت بجيب سمك زينه فهو عامل زي المحار. وفيها كاجو تاني مش اثنين بس، يعني فيها كاجو تاني. طعم الصوصات حلو. بس الكاجو برده مش افضل حاجه يعني، عشان ايه؟ طعم الصوصات حلو وطعم الجمبري حلو. بتاع الابيض ده صعب قوي يعني، طعمه مش بيبان وانت بتاكله مع الحاجه، فعادي متقبله جدا. ده بالنسبه لك انت. انما لوحده صعب. ده بالنسبه لك انت. بالنسبه لي انا. انا في الحالتين ضايقني، مش لا، ما ضايقني، ازعجني. خلصنا من المقبلات. المقبلات اللي ب 40 جنيه والحمد لله انا ما ابتديتش بيها عشان كانت هتقفلني جامد. قول لنا ده ايه يا باشا؟ ده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده كاليماري محشي وسعره 85 جنيه. هو عباره عن 6 قطع ومعاه فلفل اخضر وبصل. يا مسهل يا رب، تحس انها كده واحده ايه برنجانيه. يلا بينا ندوق. يلا. جبنه؟ ده نفس خلطه البتنجان يا مديني نفس احساس البتنجان خالص. نعم. بالذات الشبت اللي جوه. الكاليماري فريش بلدي. بس معرفش الميكس انا مش متعود عليه، بس ككاليماري كان نفسي حتى يبقى لوحده مع شوربه. بس سيبونا نخلص دي. طيب الكاليماري برضو جميل، خلطه الرز اللي جوه جميله، بتفكرني فعلا بالمحشي، يعني طعمها حلو قوي. طبعا حسيت بطعم الكاليماري وجميل، بس مش متعود عليه الصراحه، يعني مش ذوقي الشخصي. دي حاجه برضو حسيتها في تاني قطمه، انها بتعض كتير قوي معاك. معرفش بقى هل ده طبيعي هو ده ما بيعض دي معاك. فبالنسبه لان هو ما عضش قوي كده كويس. عجبني ولا ما عجبنيش؟ في المتوسط، مش الواو او مش ذوقي قوي. وما فيهوش حاجه غلط. ذوقنا عامه. ما فيهوش غلطه بصراحه. ما فيهوش غلطه. كام الطبق ده؟ 85 جنيه 6 قطع ما شاء الله. يعني حضرتك بتعملي كده بجد والله ولا يعني دي الكميه اللي هتطلع للناس؟ بس انا حتى بقول 6 قطع صح؟
ست قطع ما شاء الله. فهم حتى لو طلع قطع ب 85 جنيه شايفها برضو يعني ما فيش حد بيعمل كده اساسا. انا ما اعرفش حته بقى الميزان والقطع والكلام ده، ده بتاع ربنا. صح مظبوط، احلى كلمه، احلى عشان كلمة. نريح دماغنا بالظبط، احنا بنقيم على اللي جالنا و... بالظبط. هتدي له كام؟ هو حلو بس من ذوقي الشخصي، فيعني انا مش هديله 10 من 10 بس في نفس الوقت مش هظلمه يعني، فاهم؟ لان هو يعني حلو بس من ذوقي، هديله 8 من 10. 6 من 10 لم يعجبني انا. ايه اللي بعد كده يا باشا؟ هنخلص؟ هنجيب اخر حاجه معانا. والله زعلت، قعده الفسفور ما يتشبعش منها والله. هنجيب اخر حاجه ونرجع لكم على طول. والان ومع الاسف والاسى والندم، اخر حاجه معانا زي ما انتم شايفين كده، ده طاجن بطاطس بالسي فود سعره 75 جنيها. اوكي، انا شايف ان حتى الان ده اللي شكله ممكن يمشي سعره عادي. يعني في بطاطس وايه ده ما شاء الله، ده جمبري تحت البطاطس. جمبري وكاليماري. ده صبته ده ده كاليماري. طيب وانا حاسس ان ده اللي هو المحار، مش عارف، ما انا مش عايز اكله تاني بصراحه. انا قفلت منه. كان هو ولا يلا بينا ندوق دي الجمبري والكلمات. كيرو بياكل البتاع اللي هي اللي انا قلت مش هاكلها تاني دي، وعمال في حاسس بطعم ده في مرار رهيب. مش انا بقول لك قفلني من ال لا بس اللي انت اللي وقعت معاك بقى، انت اللي وقعت، انما انا الاثنين اللي وقعوا معايا اللي هو اللي غالبا ده بنسبه 90% المحار يعني. لا سيء. قول له قول له، كان عمال يقول انت ليه بتقول وحش. وكيرو بعد بقى بص عامل زي بصراحه، لا اصل هو ما مش حلو، احنا مش متعودين على المحار كمان ده يا جماعه. لا لا عرفت انا حصل فيا ايه المره اللي فاتت، وانت وكان عمال يقول لي انت ازاي بتقول وحش ورا الكاميرا بقى، عمال اقول لك ده عليا والله يا جماعه. لا لا انما دي لا 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 فظيعه وصعبه. دول بقى الاثنين اللي انا اكلتهم. لا لا ممكن تبقى ليفل الوحش دي، ممكن اكيد. طيب نرجع نتكلم على الطبق ده بما يرضي الله. والله العظيم والله على ما اقول شهيد، انا بالنسبه لي ده احلى حاجه النهارده. ما فيهوش غلطه خالص بجنيه، وكمان جاي على كيفي. البطاطس جميله مستويه، الخضره اللي محطوطه بالطماطم معموله كده بالتوابل ومستويه مع الحاجه بالملي. الجمبري الكاليماري بيدوبوا الاثنين في الطاجن ده. الطاجن ده خد تسويه 10 على 10 وتتبيله 10 على 10 بالشطه الزياده اللي انا بحبها. ده ذوقي الشخصي اللي اقدر اديله وانا مرتاح. سعر وكمية وكواليتي 10 من 10. رأيي، رأيك يا عم كوكو. اوكي برضو عجبني، مفيش فيها اعتراضات ما عدا ال لا انا ما كلتوش. لا 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 بس والله العظيم بس اقول لك حاجة. هو انا كأن أول طبق هاكله، معلش نرجع هنا، هرجع أنا تاني لتقييمي. فأنا طبيعي إن أنا هدوق هذا الشيء. فهينزله معايا واحد، أنا آسف، أنا معلش أنا لبستك في الحيط وما دوقتوش، بس أنا عشان لبست فيه قبل كده. فلا 9 من 10 مش 10 من 10 طبعا. اتفضل. تمام. الطاجن ده برضه عجبني، مفيش مشكله خالص. البطاطس حلوه، الجمبري حلو، الكاليماري حلو، وهو الاخطبوط برضه حلو. نقطه الاخطبوط او مش عارف ده بقى يعني ده الاخطبوط. الاخطبوط تقريبا جزء من الاخطبوط. الاخطبوط صغير. طعمه جميل، مفيش مشكله خالص. لا 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 لا. انت بتقول عليه اسمه ايه؟ محار. المحار ده يا جماعه صعب خالص، ليفل الوحش يعني. ما اعرفش هو اسمه سنيل تقريبا، ما السنيل ده اللي هو الايه؟ قوقعه دي يا جماعه انتوا عارفينها، هي دي. فده مع ده دي الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش خالص خالص. وفيها رمل يعني، تنظيفها مش حلو وفيها رمل فعلا. ايوه. هديله 8 من 10. انت كده معرقف، على ان انتوا ما شفتوش وشه كان عامل ازاي. طيب مطبخ النهارده، هل حضرتك حابب تقول اسمه؟ طبعا نجح في حاجات كتير جدا، ما فيش كلام، قولا واحدا. قول لنا مطبخ اليوم اسمه ايه وبعد كده هندي له رقم، ولا ندي له رقم الاول وبعد كده نقول اسمه ايه؟ عادي ما فيش مشكله. رقم ايه افضل حاجات عملتها لك النهارده؟ افضل حاجات البطاطس دي كانت وهم وذوقي الشخصي قوي، وكانت مظبوطه في السوا وفي البهارات قوي. ال 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 لسان عصفور. لسان عصفور. ايوه طاجن لسان العصفور. ممكن الوايت صوص كانت حلوه، المكونات اللي فيها كانت جميله، ولكن الوايت صوص انا ما عجبتنيش قوي. الملوخيه للاسف لا بالنسبه لي واقعه جدا. الـ 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 المحار اللي كان في البتاع السلطه، المحار يبعدوا عنه. ابعدوا عن المحار ده وسيء
يمكن في ناس بتحبه بس احنا خالص. دي تقريبا افضل حاجات جت معايا. واسوء حاجه جت معايا تقريبا الملوخيه. في حاجه ثانيه كانت جت معايا سيئه النهارده؟ لا الدنيا كلها كويسه ما عدا الملوخيه والمحار ده بالنسبه لي انا. كوكو. طيب انا افضل حاجه بالترتيب طب لسان عصفور بالجمبري، رز سي فود، الوايت صوص. انا نسيت الرز السي فود، عمال اقول لك في حاجه ثاني معانا وانت جت سيئه. لا عامه بقول طب قول لي ده عشان اعرف ايه. انا فاكر يعني رز السي فود طبعا جميل جميل انا نسيته خالص. تمام انا رز لسان عصفور ورز السي فود، الطاجن الوايت صوص والبطاطس في نفس المستوى ما فيش فيه مشاكل. الملوخيه بالجمبري برده كانت حلوه بالنسبه لي خالص. الكاليماري المحشي حلو ما فيهوش اي مشكله بس من ذوقي الشخصي انا ما عجبنيش قوي بس كده. طيب اوفر اول هتدي كام؟ والله انا محتار بين رقمين. هل هيبقوا نفس الرقمين اللي في دماغي؟ انا من 7 ل 8. انا من 7.5 ل 8 والله العظيم. طب اقول لك على حاجه بما يرضي الله، يبقى خلاص نتقابل في النص. نتقابل في النص 7.5 من 10 اخي في الله. والله العظيم دي احلى حاجه احلى حاجه. طيب يلا بقى يلا اسم بقى المطبخ. اسم المطبخ، اسم المطبخ فودك عندنا يا جماعه. فودك فودك عندنا. فودك عندي. فودك عندي ماشي سايب له الطلعه والتسقيفه عندنا احنا تعالوا اشتروا مننا فودك عندي. طبعا سيبنا لكم الصوره دلوقتي بتاعه الصفحه بتاعه الفيسبوك، وهسيب لكم رقم التليفون والبتاع في صندوق الوصف واسم الصفحه والكلام ده كله. والناس اللي حابه تتواصل معانا تبقى فاهمه ان احنا هنقيم بما يرضي الله، مفيش تطبيل، ما بناخدش فلوس. خلاص خلصنا من الموضوع ده، وتنورونا كلكم طبعا في القناه. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 20,000 لايك وشير الفيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه اشتركوا على زر التنبيه عشان يوصلكم كل جديد، وتشوفوا على خير فيديوهات جديده. وكان معكم جوكر شبوي وكيرو. سلام.